الإلحاد اليوم منتصر علمياً وبفارق كبير جداً على من يدعون تمثيل الأديان، سواء المسلمين، الشيعة، السنة، والوهابية، أو المسيحيين أو اليهود. هؤلاء يردون على مواضيع علمية دون فهم. لهذا كتب أحمد الحسن كتاباً ناقش فيه أهم النظريات العلمية المثبتة تجريبياً أو رياضياً ونظرياً، نظرية التطور والجينة الأنانية، نشأة الكون أو الانفجار العظيم، نظرية الأوتار أو نظرية أم، وجود أكثر من 4 أبعاد في هذا الكون، متى عاش آدم في هذه الأرض، متى وأين وكيف وقع طوفان نوح، هل شمل الطوفان كل الأرض وهل أهلك كل الأحياء؟ هذه الأسئلة وأكثر منها بكثير أجابها أحمد الحسن في كتاب وهم الإلحاد، والذي يحتوي على مناظرات علمية مع بروفيسور ريتشارد دوكينز والبروفيسور ستيفن هوكينج وغيره. كتاب وهم الإلحاد قريبا جدا في مكتباتكم.